الدنيا مش ماشية سايبة، مهما لقيتوا الشر كتير في الدنيا ما تقولوش الدنيا دي ملهاش كبير، لا ليها كبير، وله المضل والمضل. يعني ايه؟ في وقت هذا الذي ضلل الناس هيتحط في نار أبدية، والمضللون اللي اتلخبطوا لو ما تابوش هيهلكوا معاهم، لأنه في لحظات الشر الناس بيتهيأ لها أن الشيطان أقوى من ربنا. لا لا، مفيش كده. الشيطان واخد راحته، وشوفنا عمل ايه في ايوب، بس ده كان بيستأذن. ولو كان ربنا مش شايف ان في خير من ورا اللي هيعمله الشيطان ده ما كانش سمح بيه. دي تدينا رجاء، حتى لو الضلال زاد حوالينا نقول له يا رب في ايدك، في ايدك الكل، انت صاحب القدرة والحكمة. حتى لو الضلال في العالم زاد انت في ايدك يا ضابط الكل، تعمل كنترول على الكلام ده او تشيله خالص.